السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض حل الاكتيفيتي بوك كونكت بلس كي جي 1 الترم الاول، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا انهينا المرة اللي فاتت التدريب وان احنا نعمل تريس على كلمة مامي وكلمة دادي وكلمة براذر وكلمة سيستر، والنهاردة هنبدأ مع بيج نمبر 4 او صفحة رقم 4 وعنوانها draw and write. draw ارسم، draw ارسم، and و write write يعني اكتب. draw and write ارسم واكتب. وهنا مدينا 2 فريمز او بروازين صغيرين، المفروض ان احنا هنرسم هنا صورة لنفسينا، وفي الفريم التاني هنرسم صورة لماما او لبابا او لاختي او لاخويا. ومكتوب تحت الفريم الاول اللي احنا هنرسم فيه صورة لنفسينا I am. I am يعني انا. لو انا ولد هقول a boy. لو انا ولد هقول a boy. I am a boy زي ما احنا شايفين قدامنا، boy يعني ولد. ولو انا بنت هكتب I am a girl. I am a girl. girl يعني بنت. وفي الفريم التاني هنرسم هنا صورة زي ما قلنا لماما او بابا او اخويا او اختي، وهنقول هنا this is my. this is my. لو انا رسم صورة اخويا هكتب brother. لو رسم صورة اختي هكتب sister. لو راسم صورة ماما هكتب مامي. لو راسم صورة بابا هكتب دادي. وزي ما قلنا من شوية احنا اتدربنا على كتابة مامي ودادي وبراذر وسيستر المرة اللي فاتت، وبكده نكون حلينا البيج دي. والبيج دي خاصة بالرايتنج. رايتنج يعني كتابة. رسمنا الصور الجميلة وكتبنا كمان لو انا ولد I am a boy، ولو انا بنت I am a girl. والصورة التانية اللي رسمتها فأي حد من الفاميلي بتاعتي this is my، وأكتب هنا مامي أو دادي أو براذر أو سيستر. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي. ونوصل لبيج نمبر 5 أو صفحة رقم 5، وفيها هنا أصحابي بيكلمنا عن بعض الأجزاء في جسمنا وفي وجهنا. فأول حاجة في جسمنا أو في وجهنا لازم نتعرف عليها هي الآي. الآي أو العين. وبيزي بي هنا بتقول لنا trace. trace يعني تتبع بقلمك الرصاص او with your pencil. and match. and match ووصل. فاحنا هنا هنمشي على الدوتس بتاعت كل كلمة بالبنسل بتاعنا او بقلمنا الرصاص، وهنعمل trace، وبعدين هنعمل match. match يعني هنوصل. وبيزي بي علشان تسهل لنا الحل بتاع السؤال ده حللنا اول نقطة وكاتبه هنا I، فهنعمل عليها trace بالبنسل بتاعنا، وبعدين هي موصلها لنا باللاين ده لصورة العين. فهي بتقول لنا هنا I يعني عين. مرة كمان I E Y E يعني عين. تاني كلمة كتبها لنا هي nose. nose. nose يعني أنف. nose يعني أنف. فهنعمل عليها trace with our pencil او بالقلم الرصاص بتاعنا، وهنعمل لها match او توصيل، وهنعمل لها توصيل بصورة الانف زي ما احنا شايفين قدامنا. فاحنا هنا عملنا trace وعملنا كمان match. match او توصيل. تالت كلمة مكتوبة هي كلمة mouse. mouse يعني فم. mouse. وطبعا احنا هنعمل عليها trace بالبنسل بتاعنا، وهنعمل لها match او هنوصلها بصورة الماوس. رابع كلمة هي كلمة ear. ear. ear او اذن. فهنعمل عليها trace بالبنسل بتاعنا، وبعدين هنوصلها بصورة الear او الاذن زي ما احنا شايفين قدامنا. وخامس كلمة هي كلمة hair. hair او شعر. hair. وطبعا هنعمل عليها trace بالبنسل بتاعنا، وبعدين هنوصلها بالصورة بتاعت الهير او الشعر زي ما احنا شايفين قدامنا.
وبكده نكون حلينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 6. وطبعا هنا ده الجزء الخاص بالماس، وزي ما قلنا قبل كده منهج كونكت في أجزاء كتيرة كلها أجزاء جميلة، في جزء منهم خاص بالماس بيكلمنا شوية في الماس، طبعا ده جنب الماس جورنال الموجود عندنا في منهج ديسكوفر. فهنا في الصفحة دي مكتوب connect with math، ان احنا نتواصل عن طريق الرياضيات. وبيزي بي بتقول لنا هنا trace، trace يعني تتبع بقلمك الرصاص، and write، and write واكتب، وكتبلنا number one، فهنمشي عليها بالبنسل بتاعنا وبقلمنا الرصاص. ومدينا هنا صورة كاندي أو حلوة، ودي طبعا واحدة بس فهي 1، فهنعمل عليها تريس هي كمان بالبنسل بتاعنا. ومدينا هنا اي اي أو عين، وطبعا هي عين واحدة ومكتوب جنبها 1 1 1، فهنعمل هنا تريس على الاي دي. وبالتالي كده احنا اتعلمنا نكتب 1 بشكل سليم، وعملنا تريس على الدوتس بتاعت الصور الجميلة دي. تاني حاجة مكتوبة number 2 2 2 2، مدينا هنا 2 candies أو قطعتين حلوة، فهنعمل عليها trace بالبنسل بتاعنا. ومدينا كمان صورة 2 eyes أو عينين 2، فهنعمل عليها هي كمان trace بالبنسل بتاعنا، ومكتوب هنا number 2 2، هنعمل عليهم trace بالبنسل بتاعنا. وبكده احنا كتبنا number 2 بشكل سليم، وعملنا عليه تريس، وعملنا تريس كمان على الصور الجميلة دي. وتاني جزء في البيج هنا مكتوب لوك، انظر، تريس، تتبع بقلمك الرصاص، and write one or two، and write واكتب one، واحد، or او two، اتنين. دينا هنا اول حاجة صورة two eyes او عينين اتنين، ومكتوب تحت منها two eyes، two يعني اتنين، eyes عينين، two eyes يعني عينان اسنان، مرة كمان two eyes. فاحنا هنا عملنا look، بصينا على الصورة، وبعدين هنعمل trace بالبنسل بتاعنا زي ما احنا شايفين قدامنا، عرفنا ان هما two eyes، فكتبنا number two زي ما بيزي بي قالت لنا. في الصورة التانية يا اصحابي جاب لنا صورة one mouse او صورة فم واحد، وكاتب لنا تحت منها ماوس، ماوس او فم، فالمفروض هنكتب هنا جنبها 1 او 1، وماوس هنمشي عليها او هنعمل عليها تريس بالبنسل بتاعنا، ويبقى مكتوب تحت الصورة 1 ماوس 1 ماوس فم 1 1 ماوس فم 1. الصورة التالتة موجود فيها صورة نوز، نوز او انف، ومكتوب تحت منها بالدوتس نوز، نوز يعني انف، فالمفروض هنكتب تحت منها 1 زي ما احنا شايفين قدامنا، ونعمل trace with our pencil او بقلمنا الرصاص على الدوتس بتاعت كلمة nose، فهيبقى مكتوب تحت الصورة 1 nose 1 nose. واخر صورة يا اصحابي موجود فيها ولد صغير ماسك الايرز بتاعته او ودانه الاتنين، ومكتوب تحت منها ears، ears يعني اذان، فالمفروض هنا في الصورة دي في كام اير يا اصحابي؟ طبعا two ears او اذنين اثنين، فهنكتب هنا number two زي ما احنا شايفين قدامنا، ونعمل trace على كلمة ears، وبالتالي هنبقى كتبنا تحت الصورة two ears او اذنين اثنان. وبكده نكون انهينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج number 7 او صفحة رقم 7. وبيزي بي بتقول لنا هنا choose، اختار، say، قل، and play، and play والعب. choose، اختار، say، قل، and play، play والعب. وطبعا ده الجزء الخاص بالspeaking او بالتحدث في unit 1 في منهج connect plus. فهنا الولد الجميل ده بيقول لنا touch your arm، touch يعني المس، حتى لما بنمسك التابلت او الموبايل بيقول لك ده تاتش سكرين يعني شاشه باللمس، فتاتش تاتش يعني المس. هو بيقول لك هنا تاتش يور ارم، تاتش يور ارم يعني المس ذراعك، ارم يعني ذراع. فهنا انت هتعمل ايه؟ هتعمل بلاي معاه وهنلعب معاه وهنلمس ذراعنا.
touch your arm. مرة كمان touch your arm. ممكن كمان يكون بيقولك touch your leg. leg يعني رجل زي ما احنا عارفين، فلما هو يقولك touch your leg هتلمس رجلك زي ما هو قال. عايزين نقول مع بعض touch your leg. مرة كمان touch your leg. مرة كمان touch your leg. ممكن كمان يقولك touch your hand. hand يعني يد. touch your hand يعني المس يدك. touch your hand. مرة كمان touch your hand. وممكن يقولك touch your foot. foot يعني قدم. touch your foot المس قدمك. touch your foot المس قدمك. مرة كمان touch your foot المس قدمك. وبكده احنا عملنا choose، اخترنا الصورة اللي هو ممكن يقول لنا عليها. لو كانت arm هنلمس دراعنا، لو كانت leg هنلمس رجلنا، لو كانت hand هنلمس ايدنا، ولو كانت foot هنلمس قدمنا. وبعدين عملنا say او قلنا كل عبارة من العبارات مع بعض، وكمان عملنا play او لعبنا ولمسنا كل جزء من الاجزاء الاربعة اللي اتكلمنا عنهم مع بعض. وبكده نكون انهينا درس النهاردة. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم. لو اعجبك الدرس اعمل لايك. اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.